إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس، كانت واجدوا بالمنطقة ديال السهب الورد اللي صفقت أمس على وقع أبشع جريمة عرفتها المنطقة هنا ديال زوج قام يعني بتصفية الزوجة ديالو للأسف، ويعني تفاصيل خطيرة اللي وقعت هنا بهذه المنطقة وخلت الساكنة في حالة ديال الحيرة من أمرها. جينا من أجل نقل تفاصيل هذا المواقع أكيد وتقريب الرأي العام من تفاصيل أكيد هنا. احنا هذه الشقة هذيك اللي كتشوفوا العافية فين كانت شاعلة، فهذه الشقة اللي وقع فيها الفعل الجرمي أكيد يعني ضرب راسه بعد ما ضرب يعني الزوجة ديالو وضرب راسه وحرق يعني المنزل ديالهم بطبيعة الحال، تم نقلهم المستعجلات. الزوجة الخبر اللي أتانا كالصاعقة اليوم وسط ذهول ديال الساكنة ديال الدرب هنا وديال الحي، الوفاة ديال الزوجة للأسف الشديد. نعم خبر اللي اصطم الساكنة ديال المنطقة هنا. نحاولوا أكيد نخدم مجموعة من التصريحات متابعينا الكرام هنا من قلب صهب الورد في المنطقة ديال بالقرب من السويقة. أكيد يعني الحالة ديال الرعب، حالة ديال الهلع، حالة ديال الخوف اللي عاشها المنطقة. وشنو غيمكننا نقولوا؟ نقولوا مكاتب الله عز وجل كتصرف، ما عرفناش يعني كيفاش التفاصيل ديال هذا الفعل الجرمي. فهاد السيد ضرب الزوجة ديالو بحسب ما يقال بالسلاح الأبيض، ضرب راسو شعل الدار في العافية يعني في الدار ديالو كما كتشاهدوا. الناس هنا الدار ديال الهالكة أو الزوجة اللي توفات هي في هاد الدرب هادي، راه كيقدموا الناس العزاء للأسف. غنحاولوا ناخذوا مجموعة من الشهادات أكيد ديال الشهود. عايز سير لا ما تشدكش سير كوني نشوفوا الشهادات أكيد ديال الناس هنا، الناس كيقدموا العزاء. دابا هذا المنزل اللي وقع فيه هاد الشيء، بالنسبة للدار الأخرى أكيد اللي فيها يعني السلام عليكم اللي فيها الهالكة فهي هذه، هذيك الدار ديال اللي وقعت فيها الجريمة، والدار ديال الناس اللي كيقدموا فيها العزاء هي هذه. هنا الدار ديال الناس اللي كيقدموا العزاء، نشوفوا احد افراد العائلة اكيد نقدموا له العزاء. خويا العزيز سي عزينة الحارة خويا الله يرحم المرحومة. اجي وليداتي اللور، اجي اللور، اجي خويا معايا الضليلة هنا الله يكثر خيرك. خويا العزيز عزاؤنا واحد في فقدان. مشى معك بس خويا. الخبر اللي نزل علينا كالصاعقة جميع اكيد بغينا نعرفوا من عندك التفاصيل اكيد ما وقع للاسف الشديد. والتفاصيل انا سقت الخبر، عيطوا لي قالوا لي السيدة بنت عمتك مات. نعم. جيت ولكن ما عرفتش بالضبط اشنو وقع بيناتهم. نعم خليو داك الشيء اللي وقع ما كاين مشكل. ايه. ها تفضل تفضل. ما عرفتش زعما شنو وقع بيناتهم هكا ولا يعني هو الضرب كيقولوا ضربة الكرش. ها. حيدا ولدي. زيني. ضربة الكرش. نعم. وشي ضربات وحدين اخرين وقيل في عنقها. نعم. وهو حتى هو مضروب في الكرش ديالو. نعم. ولكن دابا حاليا سمعنا عليه الخبر بان راه خرج على رجليه. نعم. يعني ما عندوش شي. نعم. فهمتيني؟ عنده معاه شي وليدات ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش مع الولاد. غير هو وياه. غير هو وياه عايشين. وتقريبا تقدر تكون ما انا نقول لك فوق العشر سنين هكا تكون. ما عطاوش الله الولاد. لا ما هو ما كيولدش. لا هو ما كيولدش. خويا العزيز البارح معاش وقع الشيء اللي تقدر تكون ديك 11 هكا، ولكن الجريمه فاش وقعت الله اعلم. نعم. تقدر تكون بالليل وشمتيني؟ نعم. تقدر تكون في شي ربعه هكا ما تعرفش وقتاش هذا، ولكن العافيه شعلت حتى الصباح. نعم نعم. العافيه شعلت حتى الصباح هكا في هذه الوقيته هذه. نعم بالنسبه للضربه اللي جات فيها هي فين مضروبه يعني مستوى؟ الجنب ديالها هي اللي كتنزف من الجنب ديالها. نعم. الضربه ديال الموت على ما اعتقد. الما قالوا الموس ديال 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 المطبخ. ديال المطبخ. ديال المطبخ زعما الكوزين هادشي اللي كيقولوا الناس. تم نقلها للمستعجل ديك الساعه، حاولت تنقدوها، حاولت اسعافها. كانت الدخان كنغلبها بالدخان. نعم. كنغلبها في الريه لقاو عند الدخان هو اللي زاد سبب لها في الموت ديالها والوفاه ديالها. يعني ذاك الدخان تاثر عليها. هذاك الشيء اللي قال الطب، قال لك زعما كان سعفوها تقدر تعيش. هو مازال حاليا دابا راه عايش. هو عايش. عايش هذا سمعنا عليه دابا الخبر بان راه عايش ووقف على رجليه زعما ماشي فهمتني؟ نعم. وقف على رجليه. نعم. واش كانوا شي ضحايا وحدين خير ولا مضروبين غير هما بجوج؟ لا غير هما بجوج. هذا السيد هذا واش عنده شي سوابق هنا شنو كيفاش داير؟ لا انسان ظريف زعما صراحة ما كيشرب ما كيكمي ما كافي حتى شي بليه.
نتي ما كيديرش هاد المخدرات زعما ما كيدير حتى شي بليه. ما وقع لهم وصافي راك عارف ما تعرف ما بين الراجل والمراه. ما فيه حتى شي حاجه، غير شنو هو السبب المشكل؟ الخدمه راك عارف ما كيخدمش، تيقل الشغل، ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، راه جالس كيوليو مشاكل، هذا هو اللي كاين. توفات مشات عند الله. مشات عند الله. كنقدموا العزاء، كنشوفوا الناس كيقدموا العزاء. كيجيو لها ايلات. هو ضروره بنت عمتي. شحال كانت في عمرها؟ هي تكون ديك 48، هو 52 سنة. 52 هو؟ هو 52 سنة. واش كان من مستعملي المخدرات؟ كان لا لا، هاد الهضرة ما كاينش، ما كيدير حتى شي بلية. ما كيخدمش البلية أبدا. الحاله مساكن ديال الاسره وديال العائله اللي جينا نقدموا لهم العزاء معاهم في هذه المحنه، كيفاش دايره الان؟ هو راك عارف ضروري العائله غتكون مدمره، تقصح شي شويه وكل شيء راه غي ضروري، حنا مأزمين من جهتها ضروري. نعم. عندها شي اخوان اخوات؟ عندها تبارك الله، عندها امها، وعندها وقيلا شي اربعه د البنات ولا خمسه، واخوها واحد. خويا العزيز غيتم دفنها اليوم على ما اعتقد. تقدر حتى اما في الدار ما فيهاش لحقاش، مازال دابا ما شدوش الورقه من المحكمه باش يخرجوه. نعم خويا شكرا جزيلا. ماشي مشكل خويا منصور. اذا احد افراد العائله يكشف معطيات حول تفاصيل ما وقع هنا، اكيد حاله ديال السين فرقص وعرفتها المنطقه ديال سهب الورد، الناس هنا في حاله ديال الصدمه، بقات فيهم المرحومه تاسفوا لهذا الواقع، لان المنطقه هنا طبيعه المنطقه محافظه، وناس هنا عايشين ولاد المناطق الشعبيه، اكيد القلب على القلب. نحاولوا ناخذوا ارتسامات ديال المواطنين اكيد بطريقه اعتباطيه. الشريف السلام عليكم. انت من المنطقه هنا؟ لا لا ماشي من هنا. ماشي من هنا؟ لا. نعم شكون اللي من هنا يعطينا الشريفه؟ بقى فيكم هذا الشريفه بقات فيكم سكينه. نعم الناس اللي قالت واخا انتم شنو سمعتوهم ميمتي؟ احنا غير ناس بعادين، غير بعادين واخا. اذا الناس كاين بعادين. شوفوا الناس ابناء المنطقه هنا اكيد تفاصيل ما وقع، إن لله وإنا راجعون. الله يكتب في ريوسنا خير، هادشي كنقولوا. إذا العائلة مسكن في حالة ديال الانهيار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كتشوفوا الحالة ديال العائلة. خويا العزيز شوفوا هذيك العائلة ديالهم. صافي اذا العائله من نخليو الاخت بلاش، راه خدينا واحد ابن يعني ولد عمتها اللي عطانا التصريح. بالنسبه للعائله كتشافوا صعب جدا، صعب جدا المتابعين الكرام. نعم في هذه الشقه، هذه الدار ديال باش نقربكم اكثر، هذه الدار ديال الوالده ديالها ديال السيده اللي توفات. وهنا اجيو تشوفوا معنا، سمعت الشهادات، هنا الدار اللي وقعت فيها هذا الفعل الجرمي هو هذا، هنا فين وقع الجريمه. اذا باش نحاول نقربكم. الله يحفظك العزيز. شوف مع الدريس هنا، هاد البلاصه هذه فين وقع هادشي. خويا العزيز شي كلمه من عندك. واخا خويا الله يحفظك. اذا هنا فين وقع هادشي، هذه الدار، الدار فين وقعت الجريمه، فين وقع هادشي، هذا الحي الطابق الرابع كما كتشاهدوا، الطابق الرابع. عرفناش يعني تفاصيل ما وقع، وال يعني الغيب يعلمه الله، واكيد السلطات الامنيه. دابا الاشكال المغاربه، دابا كنشوف انا بعض التعليقات، الناس في عطمه تقول الله يرحم المرحومه وتدعي يعني بشي حاجه، لان هادو احداث كيوقعوا في عطمه يدعيوا الناس. ما السبب؟ واش انت كنتي معاهم غتعرف شنو وقع في الشقه الداخل؟ دابا الناس، دابا ها انتم كتشوف ناس كاين اللي كيقول لك ما السبب؟ حنا يلاه كنشوفوا السلطات الامنيه راه غتحدد اسباب هذا الفعل الجرمي، وكاين سلطات اللي قايمين بالواجب ديالهم كما يجب. حنا نقول هذه قناه الشعب، راه قناه الشعب ملي كنقولوها قولا وفعلا وليس مجرد فقط شعارات رنانه مرفوعه. تبحث عن الحقيقة، ما كتقومش مقام السلطات الأمنية، السلطات الأمنية كاين مؤسسات، كل مؤسسة عندها الدور ديالها. قناة شوف تيفي مؤسسة إعلامية عندها عاوتاني الدور ديالها، كنقوموا بتحقيق صحفي، كنجيو لعين المكان، كنشوفوا الأسرة، كنشوفوا العائلة، كنشوفوا المحيط، كنحاولوا نبحثوا على السبب. ولكن راه لا نقوم مقام السلطات الأمنية اللي كنحترموا وكنكنوا لهم كل الشكر والتقدير والاحترام. متابعينا الكرام، أجواء هنا ديال الهلع، ديال الخلع، ديال الخوف، ديال
ديال الحزن، ديال الاسى، ديال البؤس، ديال يعني واحد الاجواء هنا. الناس يعني بقى فيهم هاد السيده هذه، وبقى فيهم حتى اللي دار لربما، لان كيقول لك بان كان ترونكيل، ما كانش كيدير المشاكل حسب ما يقال. وغنحاولوا نشوفوا مجموعه من الاراء اكيد هنا. كتشوفوا ناس كيقدموا العزاء اكيد في الدار ديال المرحومه، ان لله وانا اليه راجعون، الله يعظم الاجر اكيد. نعم الاخ الفحصي كيقول هذوك داو السر معاهم. نعم لا يقع ما بين الزوج والزوجه الا لا يعلمه الا الله، راه علم الله شنو وقع. باش انا كنقول الواحد ديما منين يتعصب في الدار، انا كنتحدث وما عرفش انا الحيثيات، انا غير كنعطي لربما لان البث المباشر ما غيكونش فيه غير حتى خصنا نعطيو عبار كالصحافه، خصنا نعطيو راه منين وقع لك نقاش مع الزوجه ديالك وتغانن وتوصل لواحد الدرجه خرج في حالات غيرها، بدل الساعه، فهمتي؟ بدل الساعه، لان الانسان راه يعني راه كيتعصب، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كتشوفوا هنا عدد كبير ديال الساكنه في المنطقه هنا ديال السهب الورد، ومازال الاجواء ديال الحزن وديال الاسى وديال الخوف. هذا هو المنزل اللي كيقدموا فيه العزاء اكيد الجيران، هذا المنزل ديال المرحومه اكيد. يعني واحد ما كملاش واحد 10 ديال الامطار، 10 ديال الامطار ما بين المنزل ديال الام ديالها، ديال الام ديال الضحيه، والمنزل اللي وقع فيه هذا الفعل الجرمي اللي هو هذا في الطابق الرابع. فهو ضرب يعني الزوجه ديالو صفى ليها للاسف، ما قدروش انهم ينقذوها، وضرب راسو بالجنويه، وكيقال لانه مازال قيد الحياه، وشعل العافيه في البرطمه. وقضى الله وقدره كيتصرف على هذه الاسره مساكن، وعلى هذا الحي، وعلى هذا الناس اللي ما نواوش هذا الشيء يوقع. وإنا لله وإنا راجعون. نحاولوا نشوفوا التصريحات أكيد ديال أبناء المنطقة هنا من أجل تقريبكم أكيد من كل التفاصيل. شريف السلام عليكم سيدي، تبارك الله عليك. بقات فيك هذه السيدة هذه؟ أيوا ضروري بقات فينا الله يكون. سين حيدا ولدي سي سين سين. أجا شريف من هنا، حيدا ولدي، رجع ولدي الله. شريف أخويا ساكنة ديال المنطقة هنا. لا تساب الورد هنايا. نعم. إيوا مسكين. كيفاش تلقيت هذا الخبر؟ رجع ولدي. إيوا هذا الخبر هذا مفجئ، هذا خبر صعيب بزاف. خبر صعيب بزاف هذا، الله يكون في عوان الاهل ديالها، هذا الشيء اللي كاين اللي نطلبوا لها، والرب الرحمه والمغفره، هذا الشيء اللي كاين. نعم نعم. كيفاش كانت هذه السيده وهذا السيد حتى اللي فعل هذا الفعل الجرمي، كيفاش كانت؟ ما نعرفوش لا هي ولا السيده مسكينه، ما نعرفوهمش مساكن. الله يكون في العوان ديالهم، الله يكون في عوان العائله ديالها، هذا الشيء اللي نطلبوا لها، والرحمه والمغفره يا ربي. اللهم امين اخويا، شكرا جزيلا. خويا صافا بخير، في امان الله. الناس بخير، هما اللي عم هي اللي عمرها سلعه، هو اللي عمرها سلعه، شنو هو قدر الله وما شاء فعل اخي. زين كي قلتي مع بين المراه والراجل ما يعلم بالغيب الا الله خويا العزيز، فهمتيني؟ كانوا مزيان كانوا بخير شحال، وحنا كنعرفوهم اللي عمرها سلعه خويا، انا ما عرفت كيفاش وقع على الناس هادو الصاف. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خويا العزيز، اذا الناس كتشهد، شوفوا غير المغاربه، المغاربه لا حول ولا قوه، راه الناس يشهدون بان هاد الناس كانوا الله يعمرها دار. اذا العلاقه ما بين المراه والزوج، ما بين المراه والرجل، نعم ما كيعلمها الا الله. وشوف قضاء الله عز وجل وقدره كيتصرف. صافي هذه هي الخلاصه ديال القول. الواحد منين يتعصب، منين يكون ماشي هو هذاك، يغير الساعه ويبدل الساعه. الشريف السلام عليكم اسيدي، كيفاش تلقيتوا هذا الخبر نتوما هنا؟ خويا انا ما شفتش، ما نكذبش عليك، انا غير سمعت، كنت مسافر انا البارح، عاد وصلت لهنا قالوا لي شي كارثه وقعت هنايا. ما نعرف هاد الناس، انا ما كنعرفهمش انا. ولكن واش بقاو فيك ولا شنو سمعت؟ بقاو فيا انا، علاش زعما هاد الشيء بزاف؟ نعم بقاو فيا زعما هاد الضرب وهاد الشيء ما خصوش يكون. نعم كاين شي حاجه، كاين القانون في البلاد. نعم ولا؟ نعم ايوا من تما لهنا خويا، اش غنقول لك؟ ما شاء الله وصافي، ما شاء الله. اذا كتسمعوا كنحاولوا ناخذوا بشكل اعتباطي، وهذه هي القمه ديال النزاهه ديال قناه شوف تيفي، راه ماشي كنشدوا الفيديوهات وكنمونطيوهم، كنعرفوا نزوقوا، كنعرفوا نديروا المونتاج، وعندنا صحفيين الحمد لله في المستوى، ولكن راه المهنيه لربما احيانا والواقعيه تتجلى في البث المباشر. راه صعب جدا لانك تنقل كل التفاصيل بالبث المباشر بدون انك تنزلق. نعم قناه شوف تيفي متمكنه من اللايفات ديالها اللي كتقوم بهم، ولايفات من قلب الشارع المغربي، تنقل كل التفاصيل بدون زياده ولا نقصان. متابعينا الكرام، تفاصيل ما وقع اكيد
ديال هذه الجريمه النكراء اكيد اللي استفقت عليها ساكنه الحي هنا، واللي في حاله ديال الصدمه وحاله ديال الهلع حاله ديال الخوف، ويعني يتاسفوا لما وقع. الله يرحم المرحومه والله يدير شي مسك ديال الخير. وحسب بعض المعطيات اكيد ان لربما سوف يتم تسليم جثمان الهالكه من اجل تشييع الجنازه ديالها اللي غتكون هنا، واكيد غنبقاو مواكبين كل كبيره وصغيره تتعلق بها. متابعينا الكرام غادي نكتفي بهذا القدر، غنرجعوا من خلال البث المباشر اخر بعد لحظات. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يدير الخير.